الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعاد خبراء اقتصاديون وأكاديميون في البصرة نشر موقف أكثر من 30 خبيرا نفطيا عراقيا ورفضهم نتائج جولة التراخيص النفطية الأخيرة وتحليل العقود الخاصة بها، لأنها تمنح امتيازات مالية سخية للشركات النفطية الأجنبية بالضد من مصلحة العراق. وعلى الرغم من أن البيان يعود لعام 2018، إلا أن الملاحظات المشخصة فيه هي نفسها الموجودة حالياً في العقود التي تم توقيعها مؤخراً، حيث يقول الخبراء إن العقود تم توقيعها في زمن حكومة عادل عبد المهدي، وكانت عقوداً أولية وهي ذاتها التي وقعها السوداني، ولكنها أصبحت حالياً عقوداً ملزمة. كشف خبراء اقتصاديون عن سبب ارتفاع سعر صرف الدولار مجدداً في الأسواق المحلية رغم الإجراءات الحكومية والبنك المركزي العراقي للسيطرة على الأسعار. وأوضح الخبراء أن التجار ما زالوا يجرون حوالاتهم بعيداً عن النظام المصرفي وبعيداً عن المنصة من خلال شرائهم الدولار وتحويله عبر مكاتب خاصة تجري الحوالات بطريقة غير قانونية. وبيّنوا أن التقديرات الأولية عن حجم التجارة لصغار التجار هي بحدود 70 مليون دولار يومياً، تذهب بحدود 20 مليون دولار منها إلى إيران لتغذية الاستيرادات الخاصة من التجار الإيرانيين. كشف خبراء اقتصاديون أن النفقات العامة خلال عام 2022 بلغت نحو 117 تريليون دينار، والنفقات التشغيلية ما يقارب 105 تريليونات دينار، والنفقات الاستثمارية أكثر من 12 تريليون دينار. وأوضح الخبراء أن نسبة النفقات التشغيلية إلى النفقات العامة بلغت 90%، أما نسبة النفقات الاستثمارية إلى النفقات العامة بلغت 10%، وأن الإيرادات العامة بلغت 161 تريليون دينار، منها الإيرادات النفطية وغير النفطية، حيث شكلت نسبة الإيرادات النفطية 95% من إجمالي الإيرادات. كشفت مصادر صحفية عن مخالفة واضحة ارتكبتها شركة زين العراق للاتصالات بتسعيرة صرف الدولار المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي. وقالت المصادر إن شركة زين العراق قامت بخروقات من خلال خدمة الحوالة الخاصة بها المعروفة باسم زين كاش، والتي أطلقتها عام 2018 في العراق، مبينة أن تطبيق زين كاش الإلكتروني الخاص بالتحويلات المالية الإلكترونية عبر الوسيط الأمريكي ويستر يونيون يبيع الدولار الأمريكي إلى مستخدمي خدمة التحويل المالية الخاصة بأسعار صرف خاصة بالسوق السوداء. كشف وزير الموارد المائية عون ذياب عن وجود مئات الآلاف من أحواض الأسماك غير المجازة المقامة على الأنهر، وهو ما تسبب أو أثر سلباً على تقاسم المياه. وقال ذياب إن هناك تجاوزات كبيرة على المياه في العراق، ومثال ذلك مشاريع تربية الأسماك التي يوجد منها مئات الآلاف أو أكثر من أحواض الأسماك غير المجازة المقامة على الأنهر، محذراً من وقوع العراق في مشاكل مائية كبيرة تؤدي إلى كارثة في حال لم يتم ترشيد استهلاك المياه. والآن إلى صرف العملات مقابل الدولار أو مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز برعاية الله.